ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولو ما شكنا في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك فوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الكبير قل أي شيء أبر شهادة ولله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركوا
Rabbana ma kunna musrikin unjur kaifa kajabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftarun wa minu ma yastami'u ilaih wa jalna ala kulubihim akinatan ayah kau wa fi ajanim magro wa yara kula ayatila yuminu biha hatta ija jauka yujadilunaka yakulul najina kaparu in hadza illa shadirul awalin wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa yahlikuna illa anfusahum wa ma yasurun wa law daraitu kifu قالوا يا ليتنا نرد ولا نكتب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل يدا لو ما كانوا يفون من قبل ولو ردوا لأدوا لما نهوهم عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو درأت وقفوا على ربهم قال ليس هجا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كثير الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على جهورهم ألا شاء ما يجرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إقرار
حتى إذا برئوا بما